يقف ويعدل نفسه ويخترق واحد والتاني والتالت، ولكن سواتر بيبعدها طه عادل، ودي عرضية ودي راسية أحمد علي، جول 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 جول، التالتة تابتة، التالتة تابتة، واللي ما عملهاش بأقدامه يعملها بضربة راسية، هداف هداف، وبياخد اللقطة في الدقيقة 45 وبيقول أنا هداف وأنا أحمد علي اللي بفتتح التسجيل في الدقيقة الأخيرة من نصف الرواية الأول. أحمد علي كامل يأبه إن هو يخرج بالمقاولون العرب بالتعادل السلبي، ومع أول حوار فضائي أحمد علي يتفضل.